عافي استراوي، كنت محتاجاني في حاجة ايه؟ انت كنت رايح فين يا ابو العالي؟ انا كنت رايح اشوف لي ولاد. ايوه وحشوني. رايح تشوف الولاد بسكينة يا ابو العلا؟ انا رايح للعود، انا لازم اسيح دم الراجل الفاجر الكافر دي. يا لهوي استنى يا راجل، انت استنى يا ابو العلا، اهدى اهدى يا راجل. راجل؟ انا راجل؟ هتودي نفسك في داهية يا ابو العلا. انا عايز اعمل كده، انا عايز اقتله 1000 مرة، بس عارف انني مش هقدر. بصحيح ايوه مش هقدر، انا لي جبال وما نحسبش في الرجالي. ما تقولش على نفسك كده، ده انت راجل وسيد الرجال. بس اسمع كلامي يا ابو العينه، وانا هخليك تدوس بمداسك ده العمده عثمان واللي زيه. كلام وهيفيد بيه الكلام يا استراوي؟ الكلام بيزود النار وبيفتح الجرح وبيدوس عليه وتن وينفخ في غيظي ويحط في راسي خيالات واوهام اني بنتقم من العمده وبسوي فيه الهواية. وبعدين افوق الدنيا وافتكر الحقيقي هي انني لا حول لي ولا قوي، وان العمده دي واللي زيه هم دول الناس اللي تقدر. أماني والناس الضعفة اللي زيي إحنا اللي مقدور عليهم، إحنا اللي بنداس ونتناب ونتهان، وإحنا اللي بنسكت. بس يا أبو العلا، بس العلا كفاية قطعت قلبي. اللي بقوله لك ده لا هو خيالات ولا أحلام، بس انت اسمع كلامي. انت يا بنت التوهية فين الكردان؟ وحياة النبي والنبى النبي، اللي ما هتطلع الكردان اللي هكون بعتكوا على الحجز وخلي الغفر ينزلوا فيكم ضرب كده لغاية لما يكسروا لكم عظامكم. فين يا بنت انت وهي الكردان؟ وحياتك يا ست حفيظه ما نعرف حاجه، الست فهيمه طردتنا بره الاوضه. ايوه وقالت ليني محدش يدخل هيني الا لما اقول لكم. هنقول لها ايه يعني يا ستي؟ خرجنا وسبناها وياكي في الاوضه. هي ما فيش غيرها اللي قالت اللي ايدي مش طايلاه من عثمان امد ايدي واخده من حفيظي. وحياه امك يا فهيمه الكلب اللي اكون مطلعاكي بلاوي زرقاء سودي، وهفضحك فضيحة اللحمة اللي في السوق، وهقول للناس كلتها إن هي حرامية. طب الحقي بقى، روحي بقى شوفي بقية الذهب وتممي على الصيغة والحاجة، لا تكون خدت حاجة تانية ويا الكردان. يا مصيبتي الحقي، مش يا بنت التوهية من هنا. خدي يا بنت، خدي خدي يا بنت. لا مش أنت، امشي أنت، تعالي أنت. أيوة يا حضرة العمدة. أنا جعان يا بيت. عايز تاكل إيه يا حضرة العمدة؟ ده في فراخ وملوخية و... ده أنا عايز أكلك أنت أكل كده. عم ماما بقول لك إيه؟ تعالي جوه كده وريني فيها إيه؟ تعالي. ما شفتش الحلاوة دي بالجمال دي؟ لا يا عمدي. إيه وريني بقك كده. أسناني وجعاني. أمال أنهي دكتور سنان؟ وداني كمان. أنهي دكتور ودان؟ يا
وريني بس وريني بقك بس. سناني ووداني وجعيني يا عمدي. ايه يا اختي؟ سناني ووداني. انا دكتور سوداني. ست حفيظه تيجي. تعالي بقولك ست حفيظه تيجي يا عمدي. سيبك من حفيظه خليكي معايا يعني. أنا اللي تركزي معاه وسيبك من حفيظه خالص. ست حفيظه يا بنتي سيبك منها تقول حفيظه في دهلي. لا يا احنا مع بعضينا كده عشان انا عايز اقول لك كلمتين كده. بتعمل ايه يا عرد الرجاله؟ وانت بتعملي ايه يا بنت عم؟ تعالي هنا. لا يا ست. يا بنت الكلب يا بنت الكلب انت خلي بره انت رايح في المن. يا بلدي يا بتاع النسوان انت ما بتتعدش لحياتك ربنا يا شيخ. اتفضل يا عمدة اتفضل يا خطوة عزيزة اتفضل. عثمان يا اهلا يا مرحب يا اخويا اتفضل. اهلا اهلا اتفضل. اعملي الشاي يا بنت بسرعة. ماليش لزوم الشاي. اقعد يا فهيمة انا عايزك. خير يا عثمان؟ لا مش خير يا فهيمة. ليه يا عثمان انت مش جاي عشان نتصفى؟ ايه يا اخويا نتصفى بس بعد ما تصفي انت السواد اللي في قلبك انت ومراتك دي. احنا يا اخويا اللي جوانا صافي والحمد لله. طب يا اختي الحمد لله. شوف بقى انا ما رضيتش يعني استغل اللي حصل ده واكبر الحكايه واشيل في قلبي واعمل لكم فضيحه. انا قلت انا الكبير برضه وانا العمده والكبير يعرف الاصول. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ ما تتكلم دغري. فين الكردان يا فهيمه؟ كردان؟ كردان ايه يا عثمان؟ الكردان اللي مراتك خدته من صدر مراتي. كردان ايه يا ابو كردان؟ ده انا لو قدامي مال الدنيا كله ما مد ايدي على حاجه حرام. الكردان قال. لا تقولي عليا يا بنت. يعني انت ما استغلتيش فرصه ان البنت حفيظه مسور ورحت سالت الكردان من صدرها وهي مغمن عليها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقول لك ايه؟ انا صبرت عليك كتير وصبري طال. قومي يلا فرجينا على الكردان. كده كتير قوي يا عثمان والكل طفى. وشوف بقى مش كل الناس تاكل حرام وتحطه في جوفها ولا كل الناس تمد ايديها على حاجات غيرها زي حفيظي. وهي الحق عليها فهيمه ما سابتش حفيظه تموت. انت بتقول ايه يا ولا؟ اسمع بقى الكردان ده لو ما ظهرش انا مش هقول لك انا هعمل فيك ايه انت والحراميه دي. هقول لك انا هعمل ايه؟ لا انا مش هقول لك. انت بتزعل ابويا ليه يا راجل انت؟ يلا انكشح من هنا بدل ما اديك بالشوم على دماغك افتح حالك. بس يا واد بس ما تعليش صوتك. عيب عيب يا ابني. يا ابن الايه؟ يا ابن علوان. ماشي دهب دهب ايه يا امبو دهب؟ ده انا عندي دفري العيل بملأ قرون الدنيا كله. مصلك ما جربتيش وما تعرفيش. يعود مايل لا قايم ولا طايل. يعود ناشف في سجره نخرف فيها السوس. ما ينفعش يتقلي على الجدور. وحياة امك لحبايتك في الحجز يا بنت بيعت الدود يا حرامية. ههر يا اختي ولا ههر ولا هخاف منك. بكره يا حبيبتي تموتي انت والتور اللي سحباه معاكي. واخرة المتين فدان هو متر في متر تربة حر جمر نار طايق من جنبها شرار. وهنقعد انا وولادي وهناخد كل حاجة كده ولا هنترحم عليكي. ده على جثتي. طب ما هو على جثتك يا حفيظة ان شاء الله. ان شاء الله انت وعيالك وجوزك في شطة واحدة. هتعمل ايه المشطف اللي مضروبه بالبلطه؟ وبكره تموت يا كتكوت توت توت. بكره تموت يا كتكوت. بس عندك هنا يا عم عز. تسلم ايدك. ايه يا بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا شيخ مبروك. حسب الراجل خليه يمشي. ده راجل صاحب عيال وصاحب عله. حسب الراجل ايه؟ والشيخ مبروك عاد حيلته حاجه. ما انت فلستني يا اختي. خد خد يا اخوي نص فرنك اهو. تشيل الحاجات دي تنزلها تدخلها جوه. يلا. لا هو مش هيشيل حاجه يدخلها جوه. انت اللي هتدخل لي الحاجه لحد جوه. جرايه يا فاطمه. الله مش كفايه شيلت الحاجه من المحطه لغايه ما رصيتها على ظهر العربيه الكارو وانت عماله تقولي لي ما تبارك بك يا شيخ مبروك ما تبشر بك يا شيخ مبروك. لا يا اختي لغاية كده وخلاص. هو ايه ده اللي خلاص؟ وبعدين نص فرنك ايه اللي بتديه للراجل الغلبان صاحب العيال والعله؟ ده ايه الفقر ده؟ خد يا راجل انت جنيه بحاله اهو يا عم عزت. تروح تجيب لعيالك كل اللي نفسهم فيه. ان شاء الله يخليك يا ست. وانت يا شيخ مبروك يلا يا اخويا همتك معايا كده. نزل الحاجه. انزل حاجه. جنيه جنيه. لا حول ولا قوه الا بالله. ده العمده هيخرب بيت. خدت الجنيه يا عم عز
طب يا اخويا بالجنيه اللي خدته دي عايزك تنكت العربية دي وتنزل الحاجات اللي فيها تدخلها جوه وترصها في مكان. جرى ايه يا شيخ مبروك؟ ما تخلي الراجل العليل ده يروح لعياله. ايه ويلا هات الحاجة وتعالى ورايا، ده اللي عمل جميل يتمه لا تموت امه. بلاش تمنع عني البركة. ده عمل جميل يتمه لا تموت امه والام ماتت ما يتموش. يا اخويا تعال شيلني يا اخويا شيل. يا اخوي يا ساتر يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. مش كفايه بركه كده يا فاطمه؟ يا ساتر يا رب. بالذمة يتجوزها ويكتب عليها ليه؟ إذا كان كل يوم والتاني عندها جوي لو إيه؟ عيني عينك كده يا عم. يتجوزها ولا تنه مقضيها زيارات؟ وكان حد قال له حاجة؟ آه يا بلد جبانة مخليه برطع. الناس كلها ساكتة وكله بيقول أربي عيالي. أوه وكي راح يربوا عيالهم يعني؟ إذا كانوا ما عارفينش يربوا نفسيهم. العمدة هيتجوز فاطمة، أبو العيلة هو اللي مش تمام، طلقها بعد ما ربت له عيال. العمدة كتر خيره، مش عايز يسيبها لوحدها كده من غير راجل. اي والله كتر خيره. واه العمدة كتر خيره. لا صح والله الحق معاك، العمدة كتر خيره، راجل طيب، خد البت من جوزها وطلقها عافية عشان يتجوزها هو. اصله خايف عليها، خايف عليها من الفقر وخايف عليها من ابو العيلة، وبكره راح يجوعكم واحد واحد عشان خايف عليكم برضو، خايف عليكم من كثرة الأكل، وبكرة راح ياخدوا فلساتكم وقرشيناتكم كلها عشان خايف عليكم من فتنة المال. أمال إيه؟ وراح يموت عيالكم كمان والله عشان خايف عليهم من المرض وخايف عليهم من الفقر. يا سلام، العمدة طيب صح وقلبه رهيف. قوم يا عاد أنت وهو يا قوم يا اخ، ده انتوا بلد. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا عروسة العمدة. الله يسلمك يا عمدة. يعني يا شيخ مبروك والله مانيش عارفة أقول لك إيه، يعني أنا بتشكر لك آخر شكر تعبتك معايا والله. ودي الكلام؟ لا لا شكر على أي حاجة يا ست فاطمة. مع إني يعني زعلاني. زعلاني منك خالص. لا زعلاني من ايه كف الله الشر؟ اصل يا عمده بصراحه يعني انا ما لحقتش اشتري كل اللي نفسي فيه. الشيخ مبروك قاعد يستعوقني ويستعجلني ويقول لي يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه، الليل هيليل علينا، العمده هيستعوقني. قمت تاني بقى ما لحقتش اشتري اي حاجه من اللي انا كنت عايزاها. ليه كده يا زفت انت؟ اي والله عندك حق، والله زفت فعلا، لان انا بهدلت نفسي وفي الاخر ما فيش شكرانيه. أني خلاص يا عمدة، أنا حاسس إن أني هتشل، حاسس إيه؟ أني اتشلت فعلا. طب روح أنت، روح هات لي أجيب لك إيه يا عمدة وعمال تخمشني وتعمل، وأني ماشي ماشي أنام أريح جتتي. سلام عليكم. طب يلا يا أخويا سلام. أنت يا راجل أنت اقفل الباب وراه. أهو بقول لك إيه يا عمدة، أنا عايزاك تاخد بالك وأنت بتحاسب الراجل ده. عشان ده راجل ضلالي وذمته واسعي، وانا كاتبه عندي وعارفه كل حاجه اتصرف فيها ايه واتجابت بكام. لازم انت تاخد بالك. الله يبارك عليك يا بنت يا فاطمه. سيبك بقى دلوقتي من الحاجات دي، بلا فلوس بلا حساب بلا بيع بلا شراء. خليكي معايا انا. بقول لك ايه، غمضي عينك كده. وانا غمض عيني ليه وانا بكلمك يا بنت؟ بس غمضي عيني. مانيش مغمضه عيني يا عمدي، ما تقول انت عايز ايه. غمضي عينك بس وهتشوفي. الله، ما قلنا مش هغمض عيني يا عمدي، ما تكلمني زي ما بكلمك يا بنتي. مش هعمل حاجه من اللي في بالك والله. ايه والنبي، انت هتفضل تتسحلب وتتدحلب لحد ما تعمل اللي في دماغك واللي انت عايزه يا بنت؟ اعمل ايه؟ انا هعمل لك مفاجاه. غمضي. طب قولوا مقام السايح، ما انت عامل حاجه. طب غمضي وهتشوف. ايه ده؟ ايه
يلا فتاحي بقى. ايه دي؟ دي شبكتك، خدي يا بيت. دي شبكتك؟ ايوه. قولي يا خيبتك يا فاطمه. ايه دي؟ يا نيلتك يا فاطمه. ليه كده؟ ليه؟ وانت مش شايف انت بتديني ايه؟ بقى انا يا عمده تشبكني بحته حاله ما يسواش تلات ابيض. تلات ابيض ايه؟ لا والله ده دهب عيار 21. يعني انت لما رحت عشان تخطب حفيظه جبت لها حلقه زي دي؟ ولا رحت جبت لها كردان تقلي كده عشان تغطي بيه صدريه؟ ورحت جبت لها خلخال عيار 21 عشان تحطه في رجليها المعرقبه المعفنه دي؟ بقاني تعمل معايا كده؟ داني فاطمه اخس عليك يا عمدي، اخس عليك والف اخس. لاني زعلان، زعلاني خالص. لا لا لا، هو انا ما يهونش عليا تزعلي ابدا يا بنت. تفهميني انت مش فهماني، ده مش الشبكه كلها، ده تقديمه بس، وبعد كده اخدك ونروح لاحسنها سايغ تنقي كل اللي على كيفك. ماشي، انا هاخده بس عشان من ايدك بس. وديني وما خلاص 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 بقى، يخرب بيت بقك. ايوه كده اضحكي كده. ايوه كده. يوه ايه يا بنت اهمدي كده؟ ما انت وعيدك يا عمدي. اوعى ايه؟ اوعى ايدك بقول لك. يوه يا بنت استني بس، عايز استغفر الله العظيم يا رب. ما اهدي بس، انا عايز بس اقول لك غمضي بقك يا عمدي. مش هغبط حاجه. يوه غمضي بس، عايزك ما تبطل سهواتي بقى يا راجل. قول لي استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت مش كده يا بنت، فرحتنا على الفاضي يا بنت. انا مش على بعضي. انا يوه انا ماني على بعضك ولا مش على بعضك؟ قلت لك لما تتقفل علينا بيت واحد نبقى نعمل اللي انت عايزه. يعني كده هتسمعي الناس وتعادل صوتك وتلم علينا الناس؟ ايوه، وابعد ايدك عني. دي اللي عايزه اقطعها يا عمده، بدل ما صوتها تلم عليك. خلاص خلاص خلاص، هبعد ايدي اهو، مش بايدي. تعالي بقى. بقول لك ابعد يا عمده. الله يا بنت اهمدي بقى، افهميني بقى. مانيش فاهمه حاجه. بقول لك مش فاهمه. استغفر الله العظيم يا رب. تعبان. ابعد عني. انا تعبان. انا بقول لك تعبان. انت مش حاسه بيا ليه؟ حس بيا. هوي يا عمده اللي جوا. يا ابوي اطلع يا ابوي، ما تلبسناش تراب. لا اله الا الله. هو يا اللي جوا. روح روح افتح الباب، روح افتح الباب. مين يا ابوي؟ موضوع ايه ده؟ حكايتين دي يا ابوي. لا اله الا الله، فيها ايه بس يا شيخ محمود؟ لمم علينا الناس ليه يا شيخ محمود؟ خلي الراجل العديم الدين اللي حداك ده يا فاطمه يطلع برا. استغفر ربك، استغفر ربك يا شيخ محمود. بقى انت تظن فيا الظن ده؟ أني يطلع مني كده؟ أنت تعرف عني كده يا شيخ محمود؟ لا ما يطلعش منك يا فاطمة، لكن يطلع منه، أني عارفه. استهدى بالله، استهدى بالله، لا 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 يسيئك. تعال بس وادخل جوه وأنا هفهمك على كل حاجة. عشان خاطري يا شيخ محمود، استهدى بالله كده. استهدى بالله كده، ما تجرسناش وسط الناس. تعال، تعال وراي. فيه ايه يا زفت انت؟ ايه الفضايح اللي انت عاملها دي؟ انا برضو اللي عندي الفضايح. امال ايه يا جان دي؟ هي جان لا مين للناس يعني، عمال تخبط وتزعر؟ فيه ايه؟ فيه ان وضعكم كده غلط، قعدتك معاها ما تصحش ولا تجوز. قعدت ايه يا اخوي؟ وضع ايه يا حبيبي؟ اديك دخلت اهو، شفت ايه؟ بص كده عروستي وبجهزها، وانت كمان جيت وانا لسه بجهزها. ده انت جيت في الوقت المنافس يا عمده. عايزين نقفل على الفضايح دي، الناس ملمومه بره. لو سمحت اطلع. يا سلام يا سلام، يعني انت لامم للناس بره وعايز تطلعني في وسطهم بالمنظر ده؟ طب يمين بالله لو ما خدتهم وغرته في داهيه لا يكون لي معاك كلام تاني. استهدى بالله بس يا عمده، استهدى بالله. فيه ايه بس يا شيخ محمود؟ ما انت دخلت وشفت كل حاجه بنفسك اهو، وما فيش اي حاجه غلط. شيخ ايه؟ ده مش شيخ ولا نيله، ده واحد هربان من بلدهم، باين انه مجرم ولا سارق له قتيل وجاي الدره هنا. شيخ ايه وزفت ايه؟ تمام تمام يا حضره العمده، انا لا شيخ ولا يحزنون. يا اخي اعتبرني راجل غيران على دينه وما يلدش عليه الحرام. حرام؟ حرام ايه يا شيخ محمود؟ حرام عليك انت لما تظن فيا الظن ده. ده ليه ما يطلعش مني العيبه؟ ايوه ما تطلعش منك العيبه يا فاطمه، لكن تطلع منه. لكن تطلع انت بره وتلم الحاج دول وتغوره في داهيه. امشي يا اله. وما مشيتش يعني؟
اما مشيتش طب اهو هخليهم يشيلوك مرابعه. يا لهو بالي يا لهو بالي، استهدى بالله يا عمده، استهدى بالله، دي ساعه شيطان وهتروح لحالها. احب على ايدك امشي يا شيخ محمود، احب على ايدك امشي امشي، دي ساعه شيطان يمشي عشان خاطري، امشي والنبي. أعوذ بالله، فور دم الله يحرق دمه. روح اقفل الباب. من يوم ما مات ابويا واني لا رحت لا يمين ولا شمال، كنت لما اشوف القطر جاي بيرمح من بعيد تاني وفاطني استمنى نبقى جواي عشان نخرج بره الكفر نشوف فيه ايه. دي طلعت الدنيا تانية، انت لساك متقدر يا ابو العلا، ده انا جايبك هنا يا اخويا عشان تفك على نفسك وتراوي. بس فاطف فضفض يا اخويا وقول اللي في قلبك، ده انت تتكلم وياه كانك بتتكلم مع نفسك يا ابو العيلة. انا صعبان عليا نفسي قوي، ازاي سكت وسلمت باللي حصل كده؟ ازاي ابقى راجل قدام نفسي؟ قلبي قايد نار ومش عايز يهدي، نفسي اشوف اليوم والساعه اللي ازل فيها عتمان دي، الثانيه اللي ابص جوه نين عينيه واني بذل حتى ان كان فيها موتي. بعد الشر عليك يا اخويا، بس هيحصل وحياتك عندي لا يحصل، واخليك عمده الكفر اللي تنده، واخليك كمان تحط مداسك في حنك اجعصها واحد فيك يا كافر. بس الصبر يا اخويا الصبر. أنا أجيب منين الصبر دي يا استراوي؟ أصبر وأنت تنول في بالك، أصبر يا أبو العالم، ده أنت ما تعرفش غلاوتك عندي قد إيه. زمان وأنا صغيرة لما كنت بتشتغل مع أبويا بالنفر في الأرض، لما كنت بشوفك كان قلبي بيدوم. أي والله كان بيدوم، كان بيدوم قوي، بس كمان كنت بقدر لما كنت بشوفك واقف مع فاطمه. عارف ليه انا اتجوزت واحد اكبر مني وغني؟ عشان اخرج بره البلد ما اشوفكش متجوز واحده غيري. بس حتى وانا بعيد ما كنتش بتروح عن بالي. يلا إلهي ما يرجعها أيام. خلاص يا أبو العيلة، فاطمة اتاخدت منك وبقت لغيرك، فكر في نفسك وعيش الدنيا، ده القدر والنصيب. تتجوزيني يا راوي؟ يا دي الناس، اطلع اولع لك في الناس عشان تعرفي ان مفيش ناس. جرى ايه يا عمده؟ وبعدين ما احنا الغلط ركبنا من صاصنا لراسنه، والناس مش غلطانين. انا كنت عايزاك تمشي يعني عشان انا بصراحه عايزه اريح شويه. ايوه امال ايه؟ تعبت من كتر اللف والدوران في مصر. ماشي انا همشي، مش عشان الناس، لا عشان انت اللي قلتي. بس قبل ما امشي بقى يعني مفيش بوسه كده ولا كده؟ يوه يا عمده عليك يا ساتر يا رب، اما انت عليك شويه حركات. يا مصبر الصبر يا مثبت العقل، كل ما اقول هانت وخلاص قربنا الاقينا بعيدنا. امتى بقى يا بت اغمض وافتح كده الاقيكي جنب مني على السرير؟ كله بأوانه يا عمده،
وبعدين ابقى اتصبر بحفيظي. ايه سدة النفس دي؟ قالني يعني كنت ليه عندك طلب. انت تأموري. يعني ينفع تبعتلي البت حمدية يعني تساعدني في تستيف الهدوم اللي جوه دي والحاجات اللي انا جبتها يعني لا تخسر؟ مش معنى حمدية يعني، ما البنات كتير، ابعتلك ايتها بنت تانية. اه قول كده بقى، بقى انت خايف لحفيظة تعرف وتقندل عيشتك. لا 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 حفيظة انا ما بخافش من حد. امال ايه؟ اسميه ايه دي؟ في ايه يا بت؟ انت لسه شايلة من ايه؟ ما خلاص مشيتي غلك فيها وانتهينا، لسه قلبك اسود؟ لا يا اخويا انا قلبي مش اسود، انا بس كنت عايزه اجيبها هنا يعني عشان عايزه اعرفها مقامها بالمحسوس، عايزاها تفهم ان هي خدمتي وان انا ستيه. وبعدين ما تخافش انا مش هعملها وحش، لا ده انا هعملها احسن معامله عشان خاطرك انت يا عمدي، ولو جت اشتكت لك مني يبقى لك حق عندي، بس انت سايق عليك النبي تبعتها لي عشان خاطر فطومه. هبعت لك واحده تاني. يوه اماني بطلب منك الطلبات دي كلها من قبل الجواز بتقولي لا، امال بعد الجواز هتعمل فيا ايه؟ امال انت بس اتجوزيني وشوف انا هعمل فيكي ايه يا بنت. يوه يا عمدي، هو احنا اللي هنعيده هنزيده عشان خاطري لازعل منك؟ هزعل والله. خلاص خلاص قلتي امتى هفاضي. ورحت مطلع الفرفر وقلت له اسمع يا جدع، انت انت لو ما اتكشحتش من قدامي دلوقتي حالا انا هديك بالكف على وشك. قام خاف ومشي. الله الله سلام عليك يا عمدي. ايه ما هو برضه راجل سيم اعوذ بالله من عباده يا عمدي. بس برضه البت فاطمه ما سكتتلوش، قالت له انت مالك انت وانت ايه يعني انت تكون ده يعني واحده وخطيبها وقاعدين مع بعضيهم وبيحبوا بعض وانت مالك انت؟ حرام ايه وحلال ايه؟ امشي يا راجل انت. يا سلام يا سلام، بقى فاطمه قالت لي امشي يا راجل انت. البنت بينها وحبيتني يا مبروك. والله العظيم انا خوفي من فاطمه دي اكتر من خوفي. بس 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 انا مش فاهم انت ليه قرش ملحتها كده. والله يا عمده لا قرش ولا بالح، دي اساسا هدت حيلي في المشوار اللي انت بعتني معاها فيه دي. شيل يا مبروك، حط يا مبروك، حمل على العربية الكرو يا مبروك، بتبارك بك يا مبروك. يا عمدة ده انا مش قادر اقف على حالي ولا قادر اصلب طولي. يمين بالله العظيم لولا المعاد اللي بيني وبينك دي ما قمت من فرشتي غير بعد صلاة العشاء. ايوه ايوه بقى اقول كده، انا كده بقى فهمت انت بتقول كده ليه. فهمت طبعا. ايه ايه ودي يا واد يا بنت انت؟ ايه انتوا رايحين على فين كده؟ مروحين يا عمدي. هو رايح على الدار، انا رايحة للست حفيظة عايزاني. عايزني في حاجة يا عمدة؟ بعدين بعدين يبقى يروح لستك حفيظه، دلوقتي تروحي على ستك فاطمه عشان عايزاك. تقصد ستها حفيظه يا حضره العمد؟ ستها فاطمه يا غبي. ست فاطمه؟ ايوه ستك فاطمه. واسمعي يا بنت انت، عارفه لو اشتكت منك تعملي كل اللي هي تقولك عليه بالكلمه، ولو اشتكت انا مش هقول لك انا عامل فيك ايه، انت عارفه انا بعمل ايه. ست فاطمه ست فاطمه. عايزها في حاجة يا عمدي؟ في ايه يا بنت مالك؟ ربيكوا اه يا بلد. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونثني عليك الخير كله. ربنا انا لا نستطيع ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك. وصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت الأمانة. ونصحت الأمة. وكشفت الغمة. يا من أنذرتنا بيوم عصيب يحاسبنا فيه رب العزة. أيها الإخوة الأحباب، اعلموا وتأكدوا أنكم واقفون بين يدي العزيز القدير، يوم يمسك الله السماوات السبع بيمينه والأراضين حتى تظهر كالخردلة في يد أحدنا قائلاً: من الذي يقول؟ الله هو الذي يقول. أنا الله، أنا الواحد، أنا الجبار، أنا المتكبر،
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فيرد الجميع في ذلة وخضوع لله الواحد القهار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، فأنت نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. استغفر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أنت بتقول إيه؟ العمدة هو اللي قال لك كده؟ أيوه يا ست حفيظة قال لي، وأنت عارفة بقى جناب العمدة بقى لما بيشيط ويتبت دماغه، محدش يقدر يقف قدامه ويقول له لأ. طيب، روح أنت. حاضر يا ست حفيظة، الست فاطمة قال. سديتها يا عتمان، الخدامة بنت الخدامين بتعملها ست، بتجيب لها الحرين يختموها. ماشي يا عتمان، إن ما خليت اللي ما يشتري يتفرج عليها ما بقاش أني حفيظة بنت بهاني. بس وامت جايلك على طول يا فاطمة. فاطمة؟ ستك فاطمة يا جزمة. وبعدين انت لما تتكلمي معاي تحطي عينك في الأرض، ما تقيميهاش فيي. الدار زي الطينة، عايزاكي تدخلي على قط النوم هتلاقي عندك غسيل تغسليه وتمرشيه كويس، وتطلعي تنشريه فوق السطوح، بعد كده تروحي تملي الزير وتنظفيه وتغسليه وتملي القلل كمان، وبعد كده تطلعي على الزريبة تنكتيها نكت، وبعد ده كله تيجي تسأليني بقى أنا كنت ناسية إيه عشان أقولك تعمليه. وحسك عينك عينك حسك تلطشي حاجة كده ولا كده، ولا حتى تطمعي في حاجة، ساعتها هقطعلك إيدك قطع. يلا يا بيت امشي غوري من هنا. ما تردي يا بنت الكلاب انتي، ولا أمك ضربك بالجزمة على بقك عشان تعرفي تردي وتتكلمي. ايوه فاهمه يا ست فاطمه، فاهمه. وبنتك الجربانه دي تروحي تلقحيها في اي حته عشان تعرفي تشتغلي بذمه، ولو ما اشتغلتيش انا هقوم اوريكي الشغل ازاي. فاهمه ولا مش فاهمه؟ ايوه فاهمه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا اهلا، يا اهلا يا ست فهيمه. ازيك يا فاطمه؟ نحمده ونشكر فاطمة. اتفضلي يا ست، والنبي دي خطوة عزيزي، والنبي ومن نبى النبي نبي، النور زاد نور. ايوه يا اختي، خديني بالكلام الهايش خديني. ليه كده بس؟ اها، مش تيجي تسألي عليا وتشوفني اخباري ايه وانتي عاملة ايه؟ عارفة يا بنت الكلاب انتي لو وقعتي قلم اللي في ايدك دول كسرتيهم، لهقوم اطير عيشتك واكسر لك وسطك المحلول ده، جاتكوا البلاوي في اشكالكوا الزفت. بتسأليني يا اختي على اخباري؟ ده انت لو لفتي بس لفه في البلد كده هتعرفي اخباري كلها. هي البلد ليها سيره الا سيرتي، فاطمه عملت، فاطمه سوت، فاطمه نيلت ايه في ايامها السودي، بلا خيبه. اهو النبي يا فاطمه، ده انت شايله بقى من الاهل البلد وناسها، ليه كده بس يا فاطمه؟ هيكون ليه يعني يا ست فهيمه؟ ما انت شايفه اللي بيحصل ولا ايه؟ شايفه اللي بيحصل. الا قوليلي انت بتعملي كده ليه مع البت حمدي؟ عشان ظلمتني. بصراحه هي بت سو وعملها اسود، ظلمتني وقالت عليا كلام ما ينقال، مع اني والله العظيم ثلاثه كنت بعملها زي اختي واكتر، وعمري ما دوست لها على طرف. انت ناويه على ايه كده بصراحه يا فاطمه؟
ناوي ياخد حقي. هاخد حقي وبس. نفسي الناس دول يعرفوا حاجة واحدة، إن الدنيا دوارة، واللي النهاردة بيتبهدل ويداس عليه بالجزم ممكن بكرة يبقى عالي وفوق ويدوس على كل اللي ظلموه بأوسخ جزمة في رجله. بس هو ده اللي أنا عايزة أعلمه له، بس يكشو هم يفهموا. اوعي يا بنت يا فاطمة، النار اللي انت عايزة تقيديها يا بنت تحرقك. شوفي يا بنتي يا حنان، أنا خلاص جهزت الدار من مجاميعه، أنت بس هتقولي آه وأني والدار هنبقى ملك إيديكي. خلاص يبقى تروح لست راوي تقول ليه؟ ده دي؟ هو أنا هخطبك من راوي ولا إيه؟ أيوه يا أخويا تخطبني من ست راوي. هي ست راوي اللي هتعملي وزني وتمن وياك يا حسان. يا بنت وزنك وتمنك فوق راسي، أنت تتقلي بالذهب، بس أنا مش هروح أخطبك من راوي. ماليش دعوة بقى، أنا قلت اللي عندي وخلاص. طب استني بس أما إيه ده؟ أوعى إيدك يا لهوي بقى، أنت بتمسك إيدي كده قدام الناس عيني عينك. يا بنت هقول لك، أوعى يا أخويا فريد حد شافنا يقول علينا إيه؟ أوعى يا حنان، يا دي النيلة، أوعى يا أخويا. إيه ده؟ اتبطي طيب، خلاص اتهمتيني في قضية، ناس إيه اللي شايفاني؟ أيوه الناس ماشية جاية أهي. دي حمار ماشي لوحده. خلاص هروح للست راوي عشان خاطرك انتي بس. ايه؟ ايوه كده تعيدي بس. اوعي يا لهوي يا لهوي، اصوت ولم الناس عليك يا حسن. اوعي يا بنتي بطلي. يا لهوي الحق علي يا لهوي. يا بنتي تعالي يا دنيلي. لهوي بالي عليك يا حسن، انت ايه؟ انتي ايدك دي ايه مرزبه؟ تنشك في ايدك انت، ان شاء الله تنشل يا رب وينقطع حسك من الدنيا. احنا هنفضل يا اختي كل ده قاعدين في حته الصغيره دي؟ ما تنجزي نفسك وتشهلي كده. اهلا يا حفيظي. اسمها يا ست حفيظي. تعالي يا بنت كنسي الوسخه اللي تحت الوليه اللي واقفه دي. هو انت مين يا اختي اللي سدتك ان شاء الله؟ انا مش هرد عليكي دلوقتي، لكن قولي لي يا فهيمه، انت ايه اللي جايبك هنا يا اختي؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا اروح واجي زي ما انا عايزه. ولا عايزاني اخي اخد الاذن منك؟ ايوه قولي لي، قولي لي ان انتوا عاملين ربطيه عليا هنا. ربطيه؟ ربطيه على مين يا وليه يا خرفانه انت؟ روحي يلا نجري اعمل لنا كوبايتين الشاي اللي قلت لك عليهم يا وليه انت. اعمل لك شاي؟ أنا بقولك انجري روحي، وعلى الله تيجي في ايدك كوباية تالتي هخلي يومك يوم اسود منيل بستين نيلة. انت فاهمة ولا لا؟ كوبايتين اتنين، كوباية لستك فاطمة وكوباية لستك فهيمة. انت سامعة ولا لا؟ الولية دي ملهاش ذات في الدار دي. تطلع يا بنت يا حمدية على دار العمدة، واللي يقولك تروحي ولا تيجي ما تسمعيلوش كلمة. طب خليها بس كده تجرب وتعتب عتبة الدار دي، وديني وما أعبد لا يكون آخر يوم في أيامها اللي بطلع لها حفيظة دي. انت ما سمعتيش اللي قلت ايه يا ولية؟ ما تنجري تروحي على هناك. والنعمة سمعاكي، إنما انتي سمعاهي. تروحي تعملي كوبايتين الشاي زي ما قلتلك أحسن لك. انتي بتدخليلي في دور عند وكده يا فاطمة؟ انتي مين انتي عشان أدخلك في دور عند ولا كده؟ انتي هتعملي علينا واحدة يا ولية يا خرفانة انتي. انت الظاهر ان ناقصك ربايه وانا اللي هربيكي من اول وانتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي انا ده انا ستك يا جزمة. يلا يا وش الجزمة اهدري هفرط بكلمة امك. الحقوني الحقوني. الحقوكي؟ محدش هيجيتك من ايدي يا وليه يا خرفانة. انا خرفانة يا بنت الكلب يا جزمة. وديني وما اعبد كلمة كمان تشتميني بيها لكون اطعلك لسانك من لغليغو. ما تقصدش يا فاطمة، خلاص بقى يا لهو الحقونا يا نال. الحقونا يا جزم جزم، داني حمار مطعشة اللي جابوك يا بنت الكلب. يا بنت الكلب اخرسي يا وليه يا خرفانة. الحقني يا عدمان، هتموتني يا عدمان. الحقني يا حافظة هتموتني. بهي هتموتك دانش اللي راكبه. قولي يا وليه يا بنت الكلب من هنا، خدي بنتك الجربانة معاكي. كلوا بعض. عارفة يا حفيظة؟ عارفة؟ أنا هخلي أيامك كلها سودة بحق الذل اللي زلتيهولي، وديني وما أعبد، وشعري ده ما يبقى عرمرة لو ما خليتك تدوري وتلفي في البلد كله وتقولي حقي في رقبتي زي المجازين. وديني وما أعبد محاسبك يا حفيظة. آه الحقوني.